السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام. مكملين إن شاء الله في محاضرات دورتنا. كنا وصلنا في المحاضرة السابقة إلى إتمام تقريبا الشرح العام اللي إحنا حكينا عنه في البداية، إنه إحنا راح نشرح بشكل عام دور هذه الدارة وأدوار الأجزاء الموجودة معنا في دارة التبريد. إن شاء الله إحنا مكملين. إذا إحنا دارة التبريد بشكل عام، بتوقع إنه فهمنا طريقة عمل هذه الدورة، وطبعاً راح نرجع في عجالة للتأكيد على المفهوم العام لهذه الدورة. طبعاً إحنا شرحناها تقريباً بالتفصيل دور كل جزء من هذه الأجزاء، وقلنا أنها تتكون من 4 أجزاء، اللي هي الكمبرسر بيكون موجود عندي في الوحدة الخارجية، وعندي هذا صمام التمدد بيكون موجود في الوحدة الداخلية، ولكن للتوضيح يتم رسم هذه الدارة على هذا الشكل. وقلنا أنه عندنا الكمبرسر يقوم بضغط غاز الفريون ورفع درجة حرارته وإضافة حمل حراري من الحمل اللي تم سحبه من خلال غليان سائل الفريون الموجود في الوحدة الداخلية، وسحب المحتوى الحراري من هواء الغرفة، وهو الشيء الأساسي اللي احنا نبحث عنه، وتم طبعا إزالة هذا المحتوى الحراري في الهواء الخارجي الذي امتص هذا المحتوى الحراري، وتم تكثيف هذا الغاز إلى سائل مرة أخرى، وتم طبعا هون عندي تخفيض درجة الحرارة والضغط من خلال صمام التمدد. فإحنا حالياً راح نفوت شوي بالموضوع العلمي والمخططات، راح ندخل فيها إن شاء الله. طبعاً هون إحنا إذا بتلاحظوا أنا عندي التعامل الأساسي في هذه الدارة هو ما بين الضغط ودرجة الحرارة والمحتوى الحراري، صحيح؟ محتوى الحراري. أنا عندي هون في الغرفة في عندي محتوى حراري اللي هو شو قلنا؟ محتوى الحراري هو الانتالبي، فرق الانتالبي طبعا، الانتالبي الموجود عندنا اللي شرحناه في المحاضرات السابقة وأكدنا عليه. هذا عندي طبعا الهواء الموجود اللي أنا بدي أبرده. هون عندي هذا الهواء ممزوج بالهواء الجاف الحار، وايضا ببخار الماء الذي يحمل الطاقه الحراريه او الانتالبي. نقوم طبعا بادخال هذا الهواء الى هون، يعمل تبادل حراري ما بينه وما بين بايبات الغاز في الوحده الداخليه، ويتم سحب المحتوى الحراري من خلال غليان هذا الغاز. اذا انا عندي هون التعامل مبدئيا انه انا اقوم بسحب المحتوى الحراري وتخفيض درجه الحراره. فعمليا انا هون الشيء الاول اللي بدي اتعامل معه او تعاملت معه انا هو الانتالبي، تمام؟ فأنا هون طلع عندي الغاز، أجا هون دور الكمبرسر. الكمبرسر شو صار؟ الكمبرسر قام بتغيير شو؟ قام بتغيير الضغط، قام بتغيير الضغط، وأيضا لما رفع الضغط شو قلنا؟ رفع درجة الحرارة. إذا أنا عندي هون انتالبي، درجة حرارة، ضغط، صحيح؟ هون عندي الكمبرسر ضغط هذا الغاز ودخله الى هذه الوحده الخارجيه او الكندنسر عندي هون. عمليا انا في الوحده الخارجيه الضغط هون ما تغير عندي، لانه انا هون دخلنا بهذا السايز للبايب، تمام؟ بضغط طلع من عندي من هالكمبرسر ودخل في هذه الوحده الخارجيه بنفس سايز البايب عندي، وطلع هون ايضا بنفس سايز البايب حتى وصل الى صمام التمدد. عمليا انا هون الضغط عندي ما غيرته، وعمليا درجة الحرارة تقريبا أنا أيضا ما غيرتها ثابتة. طبعا في تغير مثل ما قلنا لكم امبارح، أنه أنا في عندي ما بين الخروج من الكمبرسر حتى الدخول وبدء عملية التبادل الحراري مع المروحة، عندي هاي المسافة القصيرة، عمليا بتكون مسافة قصيرة لأنه أوريدي هنا الكمبرسر بيكون بالوحدة الخارجية. هنا تنخفض درجة الحرارة شيء بسيط جدا بسبب التبادل مع الوسط الخارجي.
بينما هون عندي انا من الوحده الخارجيه حتى نصل الى صمام التمدد، وقلنا صمام التمدد موجود في الوحده الداخليه، في عندي انا مسافه هون ببايبات الغاز حتى نصل الى هذه النقطه ايضا. فعمليا احنا قلنا عم نشرح بداله مثاليه، فانا هون عازل هذه البايبات، عازل هذه البايبات بعزل، تمام، سواء البايب الصغير او الكبير عازلهم انا بعزل حتى ما يصير عندي تبادل في ما بين درجه حراره الهواء الخارجي وما بين درجه حراره الغاز الموجود عندي. فعمليا انا هون في عندي ضغط ثابت وتقريبا في عندي درجه حراره ثابته حتى نصل الى هذا الصمام. عمليا في هذا الصمام انا تم تغيير هذا الضغط وبالتالي تم تغيير هذه درجه الحراره، وشرحنا احنا صمام التمدد وقلنا هون انا عندي بصير في عندي تغير مفاجئ ونقص مفاجئ في الضغط، وبالتالي اللي انا ابحث عنه هو ايضا نقص مفاجئ في درجة الحرارة حتى أحصل أنا هون على التبادل الحراري المطلوب. إذا أنا الأشياء اللي أنا قاعد بتعامل معها أو العلاقة الأشياء الموجودة عندي هي شو؟ هي الإنتالبي والضغط ودرجة الحرارة، الإنتالبي والضغط ودرجة الحرارة، وأيضا إحنا شرحنا الإنتروبي في محاضرات سابقة، أيضا في علاقة ما بين الإنتروبي وبين درجة الحرارة. إذا إحنا من خلال هذه من خلال هذا الشرح، من خلال هذه الدائرة، احنا في عندنا تغير يربط ما بين الانتالبي وما بين الضغط، ما بين الانتالبي وما بين الضغط، لانه انا عمليا اضغط وارفع درجة الحرارة، اخفض الضغط ونزل درجة الحرارة، اذا درجة الحرارة تتبع للضغط. فعمليا انا الشيء اللي باثر فيه او الشيء اللي بغيره قاعد انا في هذه على هذا الغاز او السائل هو الضغط بالمرحله الاولى، وشو اللي انا يعني من خلال هذا الضغط انا بغير ايضا المحتوى الحراري، بسحب المحتوى الحراري من مكان وبسلمه لمكان ثاني او بطرحه في الهواء الخارجي، تمام؟ فعمليا انا في عندي شيء اسمه مخطط بي اتش، الضغط والانتالبي، تمام؟ أنا في عندي علاقة ما بين هذين المفهومين، طبعا أنتم بتعرفوا العلاقة ما بين قيمتين، احنا بكون عندنا طبعا هذا المحور الاكس ومحور الواي. طبعا لكل غاز هون حاليا احنا راح ندخل بموضوع الغاز شوي، احنا لكل غاز لكل نوعيه غاز مكون غاز فريون، طبعا احنا قلنا عدد هائل من المكونات الكيميائيه لهذا الفريون، احنا لكل فريون في دار التبريد مخطط دار التبريد قيم لهذا الغاز اللي بيكون بيدور ضمن هذه الدارة، كم قيمة الضغط، كم قيمة درجة الحرارة، كم قيمة طبعا الانتروبي، كم درجة غليان هذا السائل، كم درجة تكثف هذا الغاز، كل هاي الأمور دارسينها طبعا المصممين والعلماء دارسين لكل غاز لكل مكون كيميائي دارسينه بشكل مستقل، فهم حاطين له جداول لكل غاز في له جداول وفي له مخطط انتالبي ضغط وفي له مخطط انتروبي درجه حراره، كل غاز له دراسته المستقله، تمام؟ ليش هم كل يوم بيطلعوا غاز جديد وكل يوم بيخترعوا غاز جديد؟ لكل غاز اذا في مخطط وفي جداول مخصصة لهذا الغاز. فأنت عمليا لما تستخدم مكيف يستخدم مثلا غاز R134 مثلا، فأنت عمليا لازم تجيب هذا المخطط المخصص لهذا الغاز، الجداول المخصصة لهذا الغاز، تمام؟ دارة التبريد المخصصة لهذا الغاز. أنت تستخدم R410A أيضا مخطط مختلف، جداول مختلفة، قيم غليان وتكثف مختلفة. إذا أنت هون تتعامل مع غاز بقيم ومواصفات مختلفة حسب حالة الشيء أو نظام التبريد اللي أنت تتعامل معه. فعمليا احنا في عندنا شيء اسمه احنا قلناها طبعا الواي والاكس، احنا هون مكان الواي والاكس شو راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا الاتش والبي، يعني أنا عندي هذا المحور الانتالبي وهذا محور الضغط.
طبعا كل المخططات، طبعا شكل المخطط احنا ما راح ندخل فيه، لذلك احنا راح نقول انه هذا المخطط يرسم على هذا الشكل، يرسم على هذا الشكل، مخطط الانتالبي والضغط، هذا المخطط، تمام؟ فاحنا عمليا هذا المخطط احنا بيحدد لنا شيء معين اللي هو انا عندي هون هذا الشكل، هذا اللي هون رسمته انا اللي بيمثل العلاقه التي تربط الانتالبي بالضغط، هذا اسمه منحني، منحنى الاشباع، منحنى الاشباع. واحنا شو قلنا الاشباع؟ الاشباع انه انا يكون عندي غاز فقط، عندما يتحول السائل الى غاز بشكل كامل، بشكل كامل انه انا ما عندي ذرات سائل، فعمليا انا هون صار اسمه عندي غاز مشبع، غاز مشبع يعني انه كامل نسبة ذرات هذا السائل اصبحت غاز، والعكس صحيح لما يكون عندي انا تكثف وكان عندي غاز وتم تحويله الى سائل، فعمليا عندما يتحول كامل ذرات هذا الغاز الى سائل بشكل كامل، عمليا انا هذا السائل اسمه صار شو؟ سائل مشبع، يعني تم اكتمال كل ذرات هذا الكمية هذا الغاز تحولت بشكل كامل الى سائل، عند هاي النقطة انا بسمي هذا السائل شو؟ سائل مشبع. فعمليا انا عندي هذا المنحنى او هذا الشكل، طبعا اللي هو يمثل معظم المخططات بالنسبة لي الغازات او الفريونات المختلفة، ولكن شو؟ بقيم مختلفة، بقيم مختلفة راح نشوفها ان شاء الله من خلال امثلة. اذا هذا منحنى الاشباع. الخط اليساري، هذا الجهة اليسارية من هذا المنحنى، الجهة اليسارية من هذا المنحنى بنسميها هون هذا منحنى اشباع السائل، يعني انا عندي هون هاي المرحلة، هاي مرحلة السائل، هاي مرحلة السائل، والجهة المقابلة هون عندي هاي هاي الطرف اليميني، هذا عندي منحنى اشباع الغاز، منحنى اشباع الغاز، يعني انا عندي النقطة لما تكون موجودة على هذا المنحنى، لما تكون موجودة هون، لما تكون موجودة هون، موجودة على هذا الخط، تمام؟ عندما تكون موجودة على هذا الخط، عمليا هاي الحالة، هاي الحالة هاي لهذا الفريون شو تكون؟ حالة سائلة، حالة سائل، ولما تكون موجودة عندي هون النقطة في هذا المكان على هذا الخط شو تكون؟ هاي الحالة هون وعندي غاز، هون عندي غاز. فعمليا انا لاي نقطة موجودة على هذا المنحنى، إذا بدي أعرف الإنتالبي بنزل بشكل عمودي من هاي النقطة بهذا الشكل وبشوف شو قيمة الإنتالبي هون الموجودة عندي، وبمشي باتجاه اليسار بشكل أفقي تماما حتى أصل إلى منحنى الضغط وأعرف قيمة هذا الضغط لهذه النقطة. إذا أنا بقدر أعرف لهذا الغاز قيمة الإنتالبي وقيمة الضغط لهذا الغاز، وأيضا أنا كانت عندي أنا هون نقطة من السائل وحاب أعرف أنا قيمة الانتالبي اللي عندي، بنزل بشكل عمودي باتجاه الاسفل وبشوف بقرأ القراءة الموجودة عندي، طبعا هذا هون مرقم وهذا هون عندي مرقم، تمام؟ وبمشي بشكل افقي باتجاه اليسار حتى اصل الى هذه القيمة واقرأ قيمة الضغط لهذا لنقطة السائل في هذه الحالة. اذا بشكل عام منحنى الضغط الانتالبي يتم رسمه بهذه الطريقة، هذا اللي على اليمين اسمه اشباع الغاز بشكل كامل، هذه النقطة بتكون غاز، وهذا اللي على اليسار بيكون عندي سائل تماما، يعني عندي منحنى اشباع للسائل، تمام؟ هاي بالنسبه لمنحنى الضغط والانتالبي. ان شاء الله احنا راح نتوسع ونجيب احنا مخطط الشيء اللي عم بصير عندي على هذه الداره، على داره التبريد اللي قلنا هون عندي ضغط، بيصير ضغط، بيرتفع الضغط، بينزل الضغط، درجه حراره ثابته، الانتالبي بيتغير عندي، راح نجيب الحركه هاي اللي احنا قمنا فيها او الشرح اللي قمنا فيه على مخطط دارة التبريد وننزله هون ونقول انه احنا هون بالغرفة تم سحب الانتالبي، عمليا صار في عندي هون شو عملية نقص عندي مثلا في انتالبي الغرفة وزيادة في عملية الغليان صارت عندي لهذا السائل، وهون انا مشيت باتجاه مثلا الوحدة الخارجية ارتفع عندي الضغط من بعد المكثف الى الكمبرسر، مثلا الكمبرسر رفع لي الضغط فانا عمليا راح يزيد معي الضغط، تم سحب الانتالبي وافراغه الى الهواء عمليا راح ينقص مع الانتالبي، لما طلعنا احنا على وصلنا الى صمام التمدد وقلنا انه احنا الضغط يتم تخفيضه بشكل مفاجئ، عمليا انا الضغط راح ينزل معي ودرجه الحراره راح تنزل معي، فعمليا انا راح اتعامل حاليا مع مخططين، انا راح اشرح هذا المخطط وراح اضيف مقابله مخطط ثاني اللي بيربط ما بين الانتروبي
وما بين درجة الحرارة. راح نتوقف عند هذه النقطة إن شاء الله ونكمل في المحاضرة القادمة. يعطيك ألف عافية متابعينا الكرام.